اخترعت الإنترنت وفأرة الحاسوب ونظام تحديد المواقع وطائرات التجسس وأنظمة الصواريخ الذكية، وتبتكر اليوم درونات بحجم الذباب للتجسس، وتحاول تطوير الإنسان ليصبح جرين دايزار. ماذا تعرف عن وكالة البحوث العسكرية الأمريكية داربا التي تغير وجه الحروب إلى الأبد؟ عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي نحو الفضاء حمل اسم سبوتنيك 1. كان ذلك سبباً رئيساً لولادة الذراع العلمية لوزارة الدفاع الأمريكية، وإحدى أكثر الهيئات نفوذاً وإنتاجية وسرية في العالم. داربا أنشئت عام 1958 زمن الرئيس دوايت إيزنهاور بقرار من الكونغرس، تزيد ميزانيتها عاماً تلو الآخر دون أن يقتطع منها دولار واحد. لماذا؟ لأنها ببساطة الجهة التي تقف خلف معظم التقنيات المتقدمة التي شهدها العالم على مر الخمسين عاماً الأخيرة. المستقبل يحدث الآن. لداربا هدف واحد، فرض الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على العالم. ميدانها كل المجالات من الصناعات العسكرية إلى البرمجة وحتى الثقافة والفنون. لا تتردد في تجنيد أفضل العقول حتى لو كان أصحابها من مؤلفي روايات الخيال العلمي. في الستينيات ركزت داربا على النواحي الدفاعية لاعتراض الصواريخ، فاخترعت أجهزة الاستشعار عن بعد وطورت الرادارات وأجهزة المراقبة المستخدمة حالياً في مطارات وجيوش العالم، كما ساهمت في صنع تايروس أول قمر صناعي للتنبؤ بالطقس في التاريخ. في السبعينيات اتجهت لتكنولوجيا المعلومات والشبكات الإلكترونية، فأطلقت مشروع أربانت عام 1969 من أجل ربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث، وكانت تلك النواة الحقيقية التي أدت إلى ظهور الإنترنت. في نهاية السبعينيات اتجهت داربا لتطوير تكنولوجيا الدفاع الجوي والبري والبحري، ونتج عن ذلك الأسلحة المضادة للدروع والأسلحة المضادة للغواصات والطائرات الحديثة. ثم طورت أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالإنترنت، فاخترعت الفأرة ومتعلقات الحاسوب التي نستعملها في حياتنا اليومية الآن. وفي الثمانينيات ركزت على بحوث الفضاء والأقمار الصناعية، فأطلقت القمر الصناعي دارباسات الذي تحدى الوزن والتكلفة السائدة وقتها. وفي العصر الراهن تقدم داربا أخطر مشاريعها في الصناعات العسكرية، دمج الإنسان بالآلة. لم تعد فكرة جراندايزر أو الرجل الحديدي أو سوبرمان مجرد أسطورة، فداربا تعمل على صناعة الرجل الخارق فعلاً. بدأ الأمر عام 1960 بخطة كانت تهدف لتحسين أداء الجندي الأمريكي وجعله أكثر تنبهاً وقدرة على التحمل في أرض المعركة. ثم تطورت البحوث بهدف صناعة المحارب السوبر عبر مزج الآلة بالإنسان. في عام 2018 أقر البنتاغون عقيدة جديدة للجيش الأمريكي تهدف للانتقال من التكتلات النظامية والقطع العسكرية الضخمة إلى تطوير جنود خارقين ضمن مجموعات صغيرة متباعدة. داربا تحاول صناعة إنسان آلي بالكامل ليحل محل الجندي في الحرب، كما فعلت سابقا في الطائرات بدون طيار. الآلي الجديد ما زال يتطور يوما بعد يوم على يدي باحثي داربا، وهو الآن في المرحلة الأولى في مجال التجسس. الدرونات داربا يتم تطويرها لتحوم على شكل قطعان منتظمة ذاتياً، تلتقط صوراً ثلاثية للبعد للمكان المستهدف، وتمهد بذلك لفريق الهجوم كي ينفذ عمليته بدقة عالية. تلك القطعان من الدرونات تصغر في الحجم بعد تطويرها يوماً بعد يوم، ويتوقع ستيوارت راسل من جامعة باركلي، العالم الذي عمل مدة 35 سنة في مجال الحواسيب، أن مستقبلاً تستهدف فيه الدرونات البشر ليس مستحيلاً. عقل البنتاغون. تنتهج داربا مغامرات عالية الخطورة في بحوث قد يظنها البعض مضحكة وسخيفة، بل ومستحيلة، في تلك الوكالة التي لا يعرف عنها الناس الكثير، على الرغم من أنها تطور أنظمة التعقب والتجسس التي تسمح بمعرفة كل شيء عنهم. تتهاوى الحواجز ما بين الواقع والخيال، فلا يوجد قانون أخلاقي يمنع إشعال الحروب في مناطق مختلفة من العالم لمجرد تجربة أو اختبار سلاح. المثير للاهتمام هو أن داربا لا تقوم بهذا العمل بنفسها،
فالوكالة التي لا تتعدى كونها حلقة وصل بين من يعمل بكد داخل أحد مختبرات بحوثها وبين الصاروخ ذاتي القيادة الذي يضرب في سوريا أو أفغانستان أو العراق أو اليمن. إنه التعاون الوثيق بين الموهبة المدنية وبين الاستخدام العسكري لها، لهذا يطلق عليها اسم عقل البنتاغون، أبرز وأخطر اختراعاتها. السيارات ذاتية القيادة، الروبوتات، الإنترنت، نظام تحديد المواقع، أنظمة التجسس، طائرات الشبح والطائرات بدون طيار، وأنظمة الصواريخ الذكية والموجهة، والسفينة المضادة للغواصات وغيرها. داربا في كل مكان. أما الأخطر فهو محاولة ابتكار أسلحة مستلهمة من المفترسات والزواحف والحشرات لتنفيذ عمليات استخباراتية واغتيالات مستقبلا. أهم أسلحة داربا منذ نشأتها هو السرية التامة، فلا تكشف عن أي شيء قبل تطوير أجيال منه. لذلك لا تتفاجأ عندما تعرف أن الكثير من إنجازاتها التي أتيحت للعامة اليوم تم اختراعها قبل سنوات أو عقود من الزمن. فالطائرات بدون طيار مثلاً تم اختبارها للمرة الأولى في حرب أفغانستان عام 2001. كذلك كانت حرب الخليج عام 1991 ميداناً لتجربة نظام تحديد المواقع لأول مرة. ولا أحد يعلم ما هي ابتكارات داربا التي يجربها الجيش الأمريكي الآن في العراق وسوريا. شفرة داربا، أطلق العنان لإبداعك. قد يصح القول إن داربا هي المكان الأكثر إبداعاً في العالم. تبلغ موازنتها السنوية حوالي 3 مليارات دولار، وهي تصرف جزءاً كبيراً منها على التجربة حتى لو كانت احتمالية فشلها كبيرة. فأحد أهم أسباب نجاح الوكالة هو الحرية التي تمنحها للباحثين كي يبدعوا. عام 2016 بلغ كادرها 200 موظف، منهم 100 منسق أشرفوا على 250 مشروعاً و2000 عقد بحثي مع جامعات ومؤسسات مختلفة. تتألف داربا من 6 مكاتب، في كل مكتب عدد من منسقي المشاريع. هم عملياً حصان الوكالة، يشرف كل منسق بشكل مباشر على عدة مشاريع ويشترط أن يكون بالأساس خبيراً بمجاله. تفشل داربا في 90% من تجاربها، ما يعني أن التطور الذي نعيشه اليوم هو نتاج 10% فقط من حسبة 3 مليارات دولار. وراء كل مشاريع داربا هدف واحد، هو التخلص من جميع أعداء أمريكا المستقبليين. وفعلاً نجحت بجعل أمريكا أولاً بميزانية تعتبر متواضعة قياساً بإمكانات بعض الدول العربية. يكفي أن تعرف مثلاً أن السعودية أبرمت عقوداً مع ترامب عام 2017 تقدر ب400 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل وكالة مثل داربا لمدة 135 عاماً. بمثل داربا تزدهر أمريكا، فبماذا تزدهر بلاد العرب؟